consider a typical biological model as دينا dx1 by dt ودx2 ودx3. dx1 function في ال x1 وال x2 هتبقى function في ال x1 مع 2 وال 3 ممكن تكون 1 مع 2 مع 3 أو 2 مع 3 زي ما احنا شايفين. بيقول لي ال x1 of 0 يعني عند ال time 0 ال x1 ب 2 اللي هي دي، وعند ال 0 time يعني ب 0 ال x2 وال x3 ب 0 وادي ال 0. طيب وطالب مني solve the ordinary differential equation in the range من صفر لاتنين، من صفر لاتنين، وال h 0.25 يعني همشي 0.25 لغاية ما اوصل لاتنين. طيب طبعا using Euler's method، واحنا عارفين ان Euler بيقول ايه، بيقول ال y في حالتنا هنا نقول x بقى احسن، x i plus 1 هتساوي xi المشتقة في ال h، كل ده هيكون مثلا نقول x1، x2 i plus 1 بتساوي xi زائد الفاي في h، x3 مش تربيع طبعا، x3 i plus 1 بتساوي x3 i plus phi في h. طيب at t بتساوي 0، تعالوا كده نجيب قيم الفانكشنز والقيم الجديدة الـ x1 و x2 و x3 عند أول interval اللي هي 0.25. هي الفاي طبعا هنا الفاي نسميها x1 x2 x3، الفاي x1 بكام؟ هتساوي ماينس نص في x1 اللي هي باتنين، يعني ماينس 1 اللي هي دي. طيب إذن ولا خلينا نخلص الفايات كلها، x2 هتساوي نص x1 نص في اتنين ماينس ربع في صفر، صفر هتساوي واحد اللي هي دي. طيب والفاي x3 هتساوي ربع x2 اللي هي بصفر ماينس سوتس x3 اللي هي بصفر يساوي صفر اللي هو ده. اذا ال x1 هتساوي طبعا احنا دلوقتي هنستنتج عند، طب واقفين عند صفر استنتج عند الربع، هتساوي ماينس هتساوي القيمة الأولية اللي هي x0 زائد الفاي في ال h اللي هي ربع. طب دي تساوي كام؟ 2 ماينس ربع 1.75 اللي هي دي. x2 هتساوي بدينا بصفر زائد قيمة الفانكشن اللي هي واحد في ربع اللي هو ال h يديني ربع أو 0.25 اللي هي دي. x3 هتساوي صفر اللي هي x عند الزيرو زائد صفر في صفر صفر في ربع، آسف هيطلع صفر يعني، فيطلع قيمة دي. طيب أرجع أقف تاني عند الربع واستخدم القيم دي عشان أجيب الفايات، هجيب الفاي x1 وفاي x2 وفاي x3، استخدم دول بنفس الطريقة دي بعد ما جبت الفايز عشان اجيب ال x1 عند النص و x2 عند النص و x3 عند النص. طبعا بالاكسل اشد يعني، طالما عملت المعادلة دي اشدها للاخر لغاية هنا، طالما عملت المعادلة دي اشدها لغاية الاخر هي بيحللي، او طبعا تفضل تحل في الامتحانات بتكون مثلا 3 iterations 4 iterations مش اكتر من كده. بالاكسل طبعا ان شاء الله تكون 100 اتريشن بتشدها يعني تكتب المعادله مره وتكوبي المعادله في كل التيبل، كل ما صغر الاتش طبعا قيم تطلع ادق. اتش 0.25 طلعت لي قيم، لو خدت نص كانت طلعت لي قيم اقل دقه، لو خدت 0.1 هتطلع قيم طبعا دقتها اكثر.